الحقيقة عندها طعم خاص أو تأثير خاص على الجمهور والفنان نفسه. هذا علاش خديناها سند وعماد في الحوارات ديالنا لتقديم صورة أوضح وأكثر توازن على نجومنا، نجوم اللي كنحاولوا ما أمكن ندفعوهم الحديث بكل صراحة بخصوص حياتهم الفنية والشخصية، سلحين دائما بالقولة الشهيرة: هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفسافاس. يسرى سعوف نجمة مغربية تعرف عليها الجمهور المغربي والعربي من خلال برنامج المواهب الشهير Arab Idol، برنامج شكل بوابة لهذه النجمة من أجل دخول عالم الفن والموسيقى. الموهبة الكبيرة لهذه النجمة مكنتها من الحفاظ على الاستمرارية وسط نجوم الجيل ديالها، بحيث ولات إصداراتها اللي عرفت انتشار كبير في مختلف بقاع العالم العربي، خصوصا الأعمال اللي قدمتها على شكل فيديو كليبات. الكلام صف صفات حبيبي في زينو آية، بعزة نفسه بخطوات بنظرة صارت حكاية، سلبني روحي وبكلماته حيرني سلامايا، هو قاضي يحكم بحكامه هو شهر رواية. سحر صوت يسرى كيوازي السحر على مستوى إطلالتها، خصوصا وأنها واحدة من أجمل الفنانات المغربيات. جمال كيعطيها جاذبية خاصة وكيرفع من قوة أعمالها اللي في الغالب ما كتمتاز بطابع رومانسي كبير وملفت. بس أعمالها لطالما شكل قوة جذب للجمهور المحب لها والفنها، واللي عبر في مرات كتيرة على هذا الحب من خلال حضوره والتفاعل دياله الكبير مع أدائها في أكثر من بلد. ما انسى ما انسى جرحك أبد، ما انسى مثل ما بضوي انفراد وقلبي ألقى. يسرى مرحبا بك. طيب فيك، شكرا. يسرى، الشخصية الكرتونية اللي بانت لينا كتشبه ليك هي لا رين دي نيج. زوينه كتحمق غزاله. كتشبه ليك لا رين دي نيج؟ هي محبوبه عند الناس لا رين دي نيج، عند لي زونفون. الحمد لله. وانا يعني دائما كناخذ شخصيه ديال البنت المحبوبه اللي عمرها ما كدير شي حاجه اللي تقلق الناس ولا تخلي الناس ما تبغينيش. دائما يعني انسانه هاديه قابطه طريقي وغاده فواحد الطريق اللي انا باغاها، باغا نوصل بفني، باغا نوصل في اغانيه. كاين اللي كيوصل من غير الفن، كاين اللي كيوصل بشي حاجه اخرى من غير الفن. ما كيهمونيش صراحه، لانه انا شخصيتي كنشوفها انه الفن اللي غيبقى، ماشي هذا الشيء اللي كاين دابا، هذا البوز وهذا الصداع وهذا المضاربات، ماشي هما اللي غيبقى. الفن اللي غيبقى، الاغاني اللي غتبقى، الصوت الزوين غادي يبقى، هو اللي كيبقى والناس اللي كيبقاو عاقلين عليه. انت واجده تهضري معايا بلا زواق. اكيد. كتعرفي بان في البرنامج في الدخله ديال القناه ديالنا كيتخلى الفنان على شخصيته كفنان وكيدخل معايا كإنسان. انت واجده تسني معايا هذا الكونطرا؟ اكيد. واجده بلا زواق. وضيفتنا هي يسرى سعوف. يسرى البريئه، البنيته الصغيره اللي قلبها مزيان، قدرات الحياه تبدل هذا الشيء كامل؟ ما بدلاتش البراءه اللي فيا وما بدلاتش بزاف الحوايج فيا الشهره، بقى بريئه، ولكن شويه تحكيت مع الفن، تحكيت في هذا المجال، ما بقيتش ظريفه بزاف لانه الظرافه واحد شويه كتكون كثيره الناس كيستغلوها، فوليت كنعرف مع من نكون زوينه ومع من نكون ستريكت ومع من نكون قاصحه. فالشهره كتحكك شويه وكتخليك شويه شخصيتك كتبدل، ولكن البراءه بقى فيا ما تبدلاتش. أعدم النجوم، أنا ماشي نجمة وأنا ماشي فنانة، أنا كنحاور النجوم. أعدم النجوم اللي حاورتهم قالوا لي حنا كنوليو شخصية حنا ما راضيينش عليها، لأن المجال الفني كيبزز علينا نكونوا ديك الشخصية، ما خصناش نكونوا ضراف وما خصناش نكونوا تسمحوا في حقنا لأن ياكلونا. بصح أكيد ياكلوك حنا راه ماشي في، حنا في واحد المجال اللي
الناس يعني الجمهور ما عرفش شنو احنا كندوزو. واحد المجال لانك خصك تقاتل باش توقف على رجليك وباش تكمل في هذا الميدان. لانه اليوم انا مثلا غبرت على المغرب واحد الفتره وكنت بعيده عليه واحد شويه، يسرى ما بقاتش باينه في الوسط الفني المغربي. الناس كيقولوا لي علاش ما كنشوفوكش يسرى، لانه ما قدرتش نلقى بلاصتي هنا، ماشي كصوت ولكن كحفلات كبزاف الحوايج. ما قدرتيش تلقاي صوتك في المغرب، ما قدرتيش تلقاي بلاصتك في المغرب يسرى. ماشي كجمهور، الحمد لله الجمهور المغربي كيبغيني وكيبغي اي فنان مغربي يبان في البرامج العربيه، ولكن كحفلات كمهرجانات الا ما كنتيش كتجري على راسك بواحد الدرجه كبيره وانك كتطلب كتقول عافاك بغيت ندخل هنا. وانا ما كنتش هذه الشخصيه، ما قدرتش نكون انا نهز التليفون نقول لهم عافاكم بغيت نكون في هذا المهرجان، عافاكم دخلوني في هذا البرنامج، ولا ما قدرتش نكون هذه الشخصيه. ما قدرتيش تقولي واخا انا غندخل معاك المجال الفني من دابا شويه في قاس حسن من كذاب، في بلاصه باقا نبقاو فيك انت في حياتك. كي عايشه في الخليج؟ عايشه بقيمتي. عيشة يعني بزاف الناس كيقولوا والله تماك يمكن، لان هما كيطيحوا براسهم كيطيحوا بكرامتهم. بالعكس تما فاش كندخل انا لشي حفله ولا كندخل لشي شي 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 ايفينمون انا معروض عليه، واحد القيمه كيعطوك هذوك الناس، واحد التعامل كيتعاملوا معك، واحد الاحترام، راه شي حاجه ما يمكنش. ما تيتعاملوش هذا التعامل في المغرب؟ لا كيتعاملوا معك، ولكن خصك تكون يمكن درتي بلاصتك في الفن، درتي بلاصتك كاسم. فاش كتكون في بدايتك كيكون شويه صعيب هذا الشيء، كيكون شويه صعيب لانه كيقول لك يلا بدات فين غنجيبوها، مازال يلا باديه فنانه صاعده. انا غنهضر انا دابا شويه غتجاوبي على الانتقادات الموجهه لكم، دابا شويه غنهضروا على المجال الفني وشنو فيه وشنو العذاب هذا الشيء كامل. الحياه صاحبتك ولا غدراتك؟ الحياه هي تكون صاحبتنا ولا غداره تقلب علينا؟ انا ديما كنشكر الله، كنقول الحمد لله انه هذه الحياه صاحبتي ماشي غدراتني، لانه الحمد لله كيوقف ديما قدامي ناس ولاد الحلال. عمري ما تلاقيت مع شخص وقلت علاش انا دخلت هذا المجال، لانه يمكن دعوات ماما اللي ديما كتقول يا ربي يكمل عليك في طريق الخير ويوقف في وجهك الناس الزوينين اللي يقدروا يعاونوك باحترام، وهذا الشيء اللي لقيت قدامي. انت قريتي، كان عندك باركور اكاديمي، قريتي في لافاك ياك؟ قريتي من لافاك يسرى لافاك يسرى اللي قدامي هنا بدل بزاف الحوايج. اكيد بدل بزاف الحوايج. اشنو اكثر حاجه عانيتي فاش كنتي كتقري في لافاك؟ عانيت كأنا بنت كنت كنقرا ما عانيتش بزاف، لانه يمكن قريت في لافاك ديال عين سبع، قريت ليكونومي الاقتصاد. الحاجه الوحيده اللي ما كنتش باغي نديرها انه نكون مشهوره نكون كنقرا، لانه الناس ما كتقبلش انه واحد مشهور وباقي كيكمل قرايته، كيقول لك وهذه بانت في ام بي سي، لانه اول سيزون انا دوزت فيه في عرب ايدل ما تقبلتش فيه، وصلت حتى الفينال الكاستينغ الاخر وما تقبلتش، فرجعت بغيت نكمل قرايتي. لقيت الناس كيقولوا وانتي بنتي في التلفازه اش تجي كديري معانا في لافاك، انت راه الناس شافوك انت راه تشهرتي. فكانت هذه الكلمه كضرني، صافي سيري غني، صافي انت قبضتي واحد الطريق اخر، علاش باقي كتقراي؟ ولكن انا كنت باغا نكمل قرايتي وكنت باغا ننجح ونكمل لافاك وناخذ لا ليسونس ديالي. مي عاوتاني عيطوا لي ام بي سي باش نشارك سيزون الثانيه ديال ارب ايدل، كان طلب منهم انني نجي نعاود نشارك، والحمد لله كملت في الفاينل. كانتي برزتك هذه الهضره ديالهم؟ كانت كتقهرك؟ كتقهرك؟ خصنا نردوا البال الناس شنو تيقولوا لنا ولا ماشي مشكل؟ خصك اكيد ترد البال. لانه هضره الناس مهمه، وهضره الناس هي اللي كديرك. اكيد ما غاديش نسمع بزاف الحوايج اللي هما انا ما فياش، مثلا شي واحد غيقول لك شتي عليك خايب وانت ما فيكش اصلا، ولكن الهضره اللي كتكون شويه كتجرح اكيد غادي دير بها. واخا يسرى انتوما كتعانيوا من ازمات نفسيه ياك؟ كتعانيوا من ازمات. اصاله في حوار صحفي قالت كلنا مرضى نفسيين، بصح انتوما كلكم مرضى نفسيين ولا لا؟ يمكن حنا ماشي مرضى نفسيين، بس عندنا الاعصاب. هذا المجال الفني كيركب فيك واحد الاعصاب اللي ما مرات كتكون ردات فعلك الفعل ديالك كتقول انا ماشي انا، يعني شي مشاكل غير بسيطه انت كتعصب عليها بزاف. يمكن هذا هو الحاجه الخايبه في الفن، انه كتولي عصبي، كتولي على اعصابك دائما، علاش ما نديرش هكا وعلاش ما نديرش هكا وعلاش ما نديرش هكا. هذه الحاجه اللي صعيبه. كتقولي لماما كعيتي مناش؟
كنقول لها عيات انا هو يمكن دخلت المجال اللي هي كان شافتني ماشي قدو في الاول، شافته صعيب عليا، شافته انني يمكن غادي نتهرس وغادي نجلس وغادي نقول لا صافي ما بقيتش بغيت هذا الشيء. ما تهرستيش؟ لا ما تهرستش، وقلت غادي نوصل، وقلت غادي نبان في بلادي وغادي نبان في الخليج، وهذا الشيء اللي كان. بنت في بلادي حاولت انني الناس يعرفوا يسرى ساعو في المغرب ويعرفوا حتى في خارج المغرب. لا تتقولي لها ماما انا عييت؟ انا نقولها عييت. تتقوليها لها؟ كنقولها عييت، قلتها لها مره. انا عييت. عييت مناش؟ عييت انه نبقى نجري واحد الحاجه كنحس بها بعيد عليا، هذا الشيء في البديه. كنجري 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 وباقي ما وصلتش لها، امتى غادي نوصل؟ صافي عييت، علاش انا دخلت لهذا الشيء كامل؟ صافي كون كملت قرايتي كنت انسانه عاديه، خدم في بوست عادي ومرتاحه البال. كتقولي كون غير كملت قرايتي وما ندخلش للفن. قلتها. قلتيها؟ قلتها في البدايه، في البديه ديالي، قلت يمكن اول عام ولا اول عامين اللي دخلت فيهم في المجال، قلت صافي علاش صافي انا علاش الناس كتعرفك؟ يمكن كتشوفك غير كتركبي طاكسي في الاول، في البدايه ديالي كنت يمكن غادا الايفينمون غادي نركبها في طاكسي وغنمشي للايفينمون. علاش راكبه في طاكسي؟ انت تشهرتي، الناس ما عارفينش هذيك الشهره راه غير شهره بلا فلوس، راه غير شهره غير هكاك مشهور، باقي ما عندك لا خدمه لا والو. وبزاف الفنانين كيعانيوا من هذا الشيء لحد الان. كيعانيوا لان انا قال لي فنان من الفنانين، قال لي بقيت عقل عليها، بقيت قال لي حنايا الشهره كتعيشنا في مستوى اكثر من اللي حنا كنا عايشينه، اكثر من اللي حنا نقدروا نعيشوه، لان الناس يشوفوناهم حنا احسن ناس. هادشي ماشي بصح. لا حنا هادشي ماشي بصح، حنا انسان عادي. يمكن كان عندي انا لافونتاج انني خدمت في برا، يمكن كان عندي لافونتاج انني ناخذ كاشي شويه كبير انا نقدر نعيش فيه في برا ونجي نزل لبلادي ونبقى عايشه فيه. يمكن هذا هو لافونتاج الوحيد اللي انا يمكن كان زوين بالنسبه لي. اكثر ازمه نفسيه عشتيها يسرى شنو هي؟ اكبر ازمه نفسيه. كانت عندي حفله في واحد البلد خليجي وعيطوا لي متعهد حفلات، ودرت الحفله وكان عيط في التليفون كيقول لي تتمشي ترجعي للمغرب وغادي نصيفطك الفلوس، ما غنخش فلوسي ديال الحفله. وانا جايه يمكن كانت عندي جايه انا دايره في بالي انا غادي نتخلص وعندي فلوسي حنا نقدر نتحرك بهم في هذيك الوقيته، ما عندي يمكن كانت عندي شي 1000 درهم مغربيه جايبها معايا، ما عندي والو، ما عندك حتى باش تخلص لوطيل لا غتزيد نهار ولا يومين. قال لي صافي مابقاوش كيجوني في التليفون، لو ما كانوش بلاد الحلال اللي لقيت انا تماك ما عرفتش كان غيكون. عيشاتك في ازمه نفسيه؟ وقلت ما بقيتش غنثق، لانه علاش انا جايه غنخدم خدمتي وهذاك المتحيد تخلص في هذيك الحفله وما بغاش يعطي الفلوس، والناس مخلصينه وجايبيني وطالبين يسرى ساعو في هذاك الحفل. وهذا الشيء تقريبا من 4 سنين 5 سنين. وجايبين يسرى، كان يمكن ثاني حفله غنديرها وجايبين يسرى، وفي الاخر ما غناخذش الكاشي ديالي. فكانت صعيبه بالنسبه لي، كانت دقه، ما قدرتش حتى دارنا ما قدرتش نقولها لهم، لانه ماما يمكن لو كانت سمعت الاخبار كانت سخفات. بنتي في بلاد الغربه ما عندهاش فلوس، ما عندها حتى درهم، وتما ما عرفتش شنو غيطرى ليها ولا شنو. ف الحمد لله دخلوا ولاد الناس. من هنا ما بقيتيش كتيقي؟ لا والو، ما كايناش الثقه. لا ما كاينش الثقه، غندخل حفلتي غناخذ فلوسي. اولا دابا كاين عندي اداره اعمال هي اللي خاصه، قبل ما كندخل الحفله كياخذوا الفلوس. شحال هذا المجال ديالكم تيفقدكم الثقه؟ كتوصل تتفقدكم الثقه في راسكم؟ فقدتي شي مره الثقه في راسك؟ تهزات ثقتي في راسي. فوقاش؟ ما فقدتهاش. فوقاش؟ شكون هزها لك؟ الناس في المجال، اولا بعض المرات الناس فاش كيكومونتيو وكيقولوا لك علاش ما واخداش حقها اعلاميا مثلا، اولا كحفلات. لا ما شاء الله عليك، لا ما شاء الله عليك. لا ما شاء الله عليك، حاضره اعلاميا. لا في المغرب كانوا كيقولوا لي يسرى ما كنشوفوكش، حرام صوتك زوين وما كنشوفوكش، علاش ما كتكونيش حاضره في التلفازه المغربيه، علاش ما كنشوفوكش حاضره في برامج مغربيه. ما عرفتش هاد الحاجه كتهز ثقتي فيا، كنقول يمكن هما صح، ما هضرتهم صحيحه، يمكن انا فيا شي حاجه غلط، ولكن انا اختاريت واحد الطريق اللي يمكن هي صاحبه، انه انا ما باغاش نتعرف بشي حاجه اللي هي ماشي خاصه بالفن، هي ماشي خاصه بالاغاني. يعني انا عمرني ما صرحت صريح او لا قلت شي حاجه باش ندير البوز في حياتي،
مع انه كانوا كيوصلوا انتصار يسرى خضري ديري شي حاجه نزلي بوست حاولي ديري كذبه. انا عمري ما كنت هكا. تيقولوا لك هذا الشيء؟ تيقولوا لك كذبي باش ديري البوز؟ اكيد كيقول لك كيعيطوا لك يسرى بغيتي تباني كذبي مثلي عيشي شي حاجه شي حاله وانت ما فكش ما نقدرش مستحيل. انا ما عمري كنت هكا ولا غنكون وحتى الشهره ما غتخلينيش ندير هذا الشيء. يسرى وانا كنحاوركم كيقولوا لي باني انا كنمشي معاكم. انا راه بصح كنمشي معاكم وبصح كاينين قصص اللي كيصدموني لان كنقول نتوما مفروض تكونوا فرحانين مفروض ما يكون عندكم حتى مشكل يكون كلشي مزيان ولكن فاش كندخل لداخل ديال الامور كنلقى بان العكس تماما. نتوما ماشي فرحانين نتوما ما عندكمش راحه البال ما عندكمش ما كاينش راحه البال ما كايناش دماغك ديما خدام انت ناعس ودماغك كيخدم لانه دخلنا في واحد الخط اللي كنشوف مالو نهايه الا لا انت وقفتي وقلتي صافي انا غنخلي هادشي كامل غنسحب غنسحب يعني تكون عندك الجرأة او غتقول صافي غتوصل واحد المرحله غتقول صافي مارك عليا حيت فاش وصلتي للخليج عانيتي في الاول تعذبتي شويه قلت انه انا وقف الله وقف في طريقي ولاد الناس لانه كانوا خوتي وقفوا معايا دخلوني الحفلات بديت كنتعرف اسمي كيتعرف يمكن عانيت اول مره فاش يعني ما خديتش فلوسي وما كانش متعهد هو خليجي كان متعهد من دوله عربيه ما كانش خليجي فبالعكس انا هذوك الناس انا شفت منهم غير التقدير والاحترام حتى في بلادي كنشوف غير التقدير والاحترام من الجمهور من المغاربه فاش كيشوفوك كيسلموا عليك يقولوا كنبغيوك وما شاء الله عليك وكملي في طريقك فالعتب ديالي هو كان من 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 البرامج من الحفلات يعني كل واحد ياخذ حقه لانه كاع الصوت زوين اي صوت زوين كيستاهل يكون موجود. واخا انا نهضر على الصوت زوين ونهضر على الاصدارات ونهضر على شيء كامل من دابا شويه. يسرى تلاقيت واحد السيد عنده غالغي دار وقال لي واحد الجمله بقيت عاقل عليها قال لي بنتي انا مقلق بزاف من الدنيا ولو كان بامكاني لو كان عندي الحق ندخل مع الدنيا المحكمه وغنطلب منها قضيه تعويض على بزاف ديال الامور وانا هذه الجمله ديالو تنسولها بزاف لضيوفي كنقول الى عندنا الحق نطلبوا الدنيا قضيه تعويض باش تعوضك شنو خذات لي خذات لي يمكن صحتي شويه خذات لك صحتك لانه شحال مره كنوصل لحالات اعصاب كنمشي نكبرها صافي خصني نعس لانه راسي كيبقى خدام ماما يمكن كتشوف شي تعليق خايب كتعيط لي يسرى علاش هكا مع انه انا ماشي من الناس اللي دائما كيعلقوا الناس خايب ماما حساسه واحد الدرجه كبيره فانا كنخاف عليها اكثر من راسي فهي كتشوف شي تعليق صافي انا ما بقيتش بغيت هادشي بقيتش بنتي بغيت هادشي صافي رجعي لبلادك ما بقيتش بغيت تشوف هادشي بارك عليك صافي رجعي عيشي مع داركم كيش بغيت نشوف هاد الهضره علاش نسمع انا هضره من الناس يا هو ما كيعرفوكش كيكتبوا لك شي حاجه خايبه هما ما كيعرفوكش ولكن هاد الناس اللي ما تيعرفوناش هاد الناس اللي الهدف ديالهم هو يهرسوك علاش انت تهرسي لهم وتطيحي لهم ما خصكيش تعصبي ما خصكيش تطيحي ولكن لا هادشي كيأثر فيك راه حتى حنا ناس حنا كنحسوا علاش يقول لي شي هضره خايبه انا ما فياش علاش يمكن كيقولوا انه عيشه في الخليج يمكن علامه استفهام عليك بالعكس انا ماشي كيقتلك هذا الموضوع لانه هذا الشيء ماشي صحيح لان منين بدينا البرنامج وانت تتهضري ليا في نفس الموضوع لانه ماشي صحيح ماشي صحيح انه يقول لك لا اللي ساكن تما يا راه ما عادش لا ماشي صحيح ابدا انا باحترامي وبعزي تما كاين بنات مغربيات مزوجات محتارمين راسهم عندهم شركات عندهم مطاعم عندهم بزاف الحوايج يمكن شي نسبه قليله اللي ماشيه في طريق غير ماشي كلشي غتعممو لانه ما كنعمموش حنا في حياتنا الواحد وشخصيته كل واحد اختار فين يمشي وحتى داك الانسان اللي اختار واحد الطريق اخرى يمكن نشوفوا شنو كان عنده شنو ازمه اللي دوز كل واحد مسؤول على اختياراته واحد مسؤول على اختياراته ولكن ما يعمموش لانه تما حنا كنمثلوا بلد كنمثلوا المغرب سواء بلبسك سواء بشخصيتك يمكن كتخاف على راسك اكثر من انت في بلادك لانه محسوب عليك اي حاجه درتيها محسوب عليك اي حاجه درتيها واخا يسرى ضعيفه تتخرج ولا ما كتخرجش ممنوع كتخرج قدام دارنا قدام الناس لا عمرها ما خرجت
الحفلات واخا كتكون واصله فيا حتى ما عرفت فين وعمرها ما تخرج ومعتي عمرها ما تخرج قدام شي حد ممنوع ممنوع يمكن حتى دارنا يمكن شافوني جوج مرات ولا ثلاث مرات كيمكن لانه عارفه يسرى لبكات واصله بها ما عرفت فين ممنوع تخرج الدمعه قدام شي حد اخر لا يمكن ماشي الناس ما كيشوفوش هذا الجانب الحساس ديالي في يسرى وحتى دارنا يمكن كيشوفوني دائما هذيك البنت القويه اللي غتوقف وغدير وغتفعل ولكن انا واحد الجانب حساس درجه كبيره فاش نكونوا حساسين كي تيوصف الشخص الحساس بالضعيف ما عندوش الحق لا ما عندوش الحق اي شخص عنده واحد الجانب حساس كيبغي يكون مع راسه كيفكر مع راسه كيبغي يخرج دمعته ويبغي يبكي مع راسه ماشي انه بكى اولا كان حساس زياده انه غادي يكون ضعيف لا ما له علاقه يسرى شنو هو التصرف اللي يقدر يستفزك ويخليك يفقدك اعصابك انا واحد ظلمني تظلمتي انت يا تظلمتي فاش يمكن فاش خرجت من ارب ايدل قبل الوقت حتى الناس كانت تصدم اليوم يعني هذه اول مره كنقولها حتى فاش انا يعني قالوا يسرى صافي غتغادر المسابقه انا دمعتي ما قدرتش نحبسها وكانت هذيك اول مره غادي نبكي بواحد الحرقه ما يمكنش اكثر حاجه كنكرهها هي الظلم انه واحد يظلمك وانت عارف راسك انه لا انت كنتي غادي فواحد الطريق زوينه واللجنه كتقول لك ديما واو وخي خرجوك هكاك فجاه ولكن ماشي ديما اللي كياخذ اللقب انا مع هاد الهضره ماشي اللي كياخذ اللقب كاين كيوصل كاينين خداو لقب وما بانوش وما خداوش لقب وبانوا بزاف وعندنا الامثله قدامنا يمكن هاد الحرقه هي اللي كتخلي الواحد يكمل وكيقول لا علاش انا مره في واحد البرنامج كنت استضفت اليسا كان واحد البرنامج سميتو محبوبي انا وقالت لي انا عليه من دابا شويه قالت لي انايا كانت في برنامج ديال المواهب ما امنوش فيا قالت لي قالوا انت ما غتوصلي فين انا قالت لي هذيك الكلمه خلاتني اليوم نكون اليسا وبصح هذيك الحرقه اولا هذاك الظلم اللي كتظلمو واللي كيخليك تخدم على راسك وكتقول انا غادي نوصل انا اليوم شفتوني يمكن هذه 3 سنين وربع سنين هذيك الحرقه خلاتني نقول لا علاش انا غنكون احسن من الناس اللي ربحوا وغادي نبين للناس اللي هما خرجوني انه لك تستاهل نبقى هنايا حسيتي بالحرقه انا الظلم ما نقدرش ما كنصبرش عليه لانه الظلم خايب يسرى فاش كنحسوا بالظلم شنو كنديروا كنسلموا امر لله ولا تنتعاندوا مع الظلم تنتعاندوا مع الدنيا كنقول يمكن الله مكتب لي انني نخرج والدنيا بغاتني نخرج وغادي نخدم على راسي يمكن هذا درس غنتعلمه اليوم بس انايا غنخدم على راسي وغنقول ظلمتوني انا احسن من هذاك الشيء اللي بغيتوا توصلوني ليه نتوما انا اليوم غنوقف على رجليا وغنولي فنانه كتغني هنا وهنا 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 وخدامه على راسها خصك تكوني تتغني هنا وهنا وهنا ولا خصك تكوني تتغني في بلايص قلال ولكن بإفيكاسيتي او لا فعاله اكثر تكون تغني مطلوبه وعندك واحد الناس كيقولوا راه يسرى خدامه او لا راه فنانه اخرى راه خدامه راه خدامه على راسها راه ما شاء الله عليها شوف فين هنايا وفين هنايا ولكن يكون عندك واحد الاثر ماشي ما بيناش كتغني وما بيناش انت واجده تمشي معي القاسي حسن من كذاب واجده قاسي حسن من كذاب وضيفتنا هي يسرى سعوف يسرى في البرنامج ديالنا بلا زواق هي انتيا حياتك وفي قاسي حسن من كذاب هي حياتك الفنيه ولكن انا في الفقره الاولى لاحظت بان تتهضر ليا بزاف على الفن شحال مرتبط الفن شحال مصاحبه انت يسرى الفنانه مع يسرى الانسانه ولا يسرى الانسانه مظلومه من يسرى الفنانه لا كنشوفوا بعضياتنا ما كاينش فرق لانه يسرى الانسان هي يسرى الفنانه كاركتير وشخصيه وبزاف الحوايج حتى في الفن كانت عامل كيسرى الانسانه ماشي كيسرى الفنانه لانه زوين زوين يكون عندك شخصيه واحده ماشي جوج شخصيات لانه كل ما كانت عندك شخصيتك في الفن ولا في حياتك الشخصيه راه غتوصل الناس اكثر وغتكون قريب ليهم يسرى كتهضري بزاف على الفن وكتقولي بان تظلمتي في عرب ايدل وقلتي بزاف الحوايج اداك الفن اداني الفن في البدايه
انا قلتها لانه خرجت من برنامج يمكن عطاني واحد الشهره كبيره وانا ما عارفه صراحه شنو غندير من بعد، لانه بزاف الفنانين يمكن تشهروا في برامج ولكن ما كناش شفناهم. جاتني واحد الازمه نفسيه انه واش غندير، كيفاش غنكمل، اش غنغني، شكون اللي غيوقف معايا، شكون اللي غينتج ليا، كيفاش غنلقى اغاني، كيفاش غنمشي للاستوديو، كيفاش غنسمع كلمات والحان. كانت هذه الحاجه صعيبه في العام الاول اللي خرجت من عرب ايدل. اول ناس كيقول لك يسرى بغينا نشوفوك، يسرى اش غتخرجي لينا؟ الفن كيبغي الفلوس باش تنجح، كيبغي انتاج، انه شخص ينتج لك، ولا انت غتخدم حفلاتك وغتنتج راسك، وهذا الشيء اللي انا كندير دابا. يعني فاش بديت كنخدم حفلات وليت كنتج راسي، من حفلتي كناخذ وكنتج راسي، علاش انا شويه كنتعطل او بطيئه في انتاج الاغاني. واخا انت بطيئه في انتاج الاغاني، الاغاني انت راضيه عليهم يسرى؟ انت راضيه على الانتاجات ديالك، راضيه على الاغاني ديالك، راضيه عليهم؟ اي اغنيه كنزلها راضيه عليها، لانه كنغني من قلبي وكنختار كلام زوين. يمكن الناس انا ماشي مع هذا السرب اللي غادي دابا، انا ضد السرب اللي غادي. شنو هو السرب؟ انه هذه الاغاني الخفيفه اللي نايضه اللي شطحوا. انا ما كنفهمش شنو هي اغنيه خفيفه، اشرحوا لي، لان انتم من الفنانين انا ما عارفاش شنو هي اغنيه خفيفه. شنو هي اغنيه خفيفه؟ انا كصوت ولا كبنت كتغني تربيت على ام كلثوم، تربيت على صوت نجاة. دونك هذاك ثقيل، هذاك الثقيل اللي كتحسي شي الكمانجه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التوزيع كتسمعيها حيه، ما بقايش كنسمعوا هذا الشيء، وانا كنسمع ترك 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 صافي وهي الاغنيه دايزه. راه تتهمي الفنانين انت دابا؟ لا ما كنعممش، كاينين فنانين ما شاء الله تبتوا نفسهم وتبتوا فنهم بهذه الاغاني، ولكن كاين شي اغاني يعني كلامها واش غتسمعوا مع باباك ولا ماماك؟ كاين شي اغاني اللي احنا هضرات الشارع ما تسمعش، ولكن كاين الناس اللي ما شاء الله عليهم خداو واحد الطريق وكملوا فيها وداروا اغاني زوينه وضاربوا وخداو الستيل ديالهم. حنا انت فيك انت الاغاني اللي كتصدري، انت قلتي لي باني انا ما تنصفتش في الاول ديالي، دابا تنقدر ننتج الاغاني ديالي، انت كتنجي هذه الاغاني وراضيه عليها 100%؟ راضيه عليها 100%. اي حاجه كنغنيها وكندخل استوديو الا وانا راضيه عليها. واخا يسرى، لو ما كان كنتي مشيتي للخليج ودرتي حفلات وحياتي اعراس، كنتي غتهضري معايا بهذه الثقه اللي تهضري معايا دابا؟ شوفي الله كل واحد مكتب ليه فين غادي يكمل طريقه، يمكن انا الله كتب ليا طريق وكتب ليا في بلاصه اخرى، كما واحد كيمشي يخدم في الغربه. يعني هما علاش ما كياخذوهاش من هذا المنظور انه واحد مثلا مشى لفرنسا ولا مشى اسبانيا وكيخدم على راسه وكيجي ينزل لبلاده؟ نفس الشيء، علاش ديما كياخذوا واحد المنظور ديال انها راه مشات للخليج، راه كتغني في الخليج ولا كدير اعراس خليجيه؟ بالعكس، انا كنغني غير مع البنات، ناشطين مع بعضياتنا كنغنيو، ما عارفينش كل عرس اللي انا كنمشي ليه راه مقيوم بواحد المبلغ خيالي، انه العروسه راه لابسه من الي صعب، انا التنظيم كيفاش كيدخلوا غير الفنانه، انا كيفاش كيدخلوني لهذيك القاعه ومعايا المنسقه ديالي وكيفاش كتمشيني، راه تقدير لا يوصف. فيمكن ثقتي زادت فاش بديت كنخدم اكثر ولو عندي حفلات، اكيد الثقه كتزيد، لانه لو كنتي جالسه في دارنا ما غنكونش اليوم معاك ولا في برنامج مغربي، اكيد لا. فاكيد كتزيد الثقه، كل ما خدمتي كل ما ثبتي نفسك اكيد تزيد الثقه في نفسك. واخا يسرى، شكون هو او شكون هي الفنانه المغربيه اللي ثابته راسها في الساحه الفنيه؟ واسماء كثيره ما نقدرش نقول غير اسم. عطيني اسم. هو بزاف، عطيني ثلاثه تسميات. يلا، ثلاثه البنات ثلاثه الاولاد. ثلاثة البنات وثلاثة الأولاد. يعني عطيتك ستة. صراحة حيت بزاف الناس غيتقلقوا مني، أنه أنا الحمد لله عندي واحد العلاقة مع الفنانين المغاربة زوينة، واخا ما عمري تلاقيتهم كلهم كيتابعوني وكنتابعهم في الانستغرام. كتلخصوا أنتم العلاقات الإنسانية فولو أن فولو، في المتابعة وحد في المتابعة، ماشي حشومة. إلى الفنان ما تابعش الفنان إذا ضده. ماشي بالضرورة أنه ضده، وأنا عمري ما أنا كنشوف هذا العالم وهمي. يعني ما عمرو يمكن احنا في واحد بحال قلتي واحد موجه غاده ودايزه وصافي وغتمشي. عالم السوشيال ميديا عالم وهمي وعالم الكذوب، عالم انه انا بشخصيه ومن وراء الكاميرا انا شخصيه اخرى. فانا ما كنامنش بهذا الشيء ديال ثقافه الاستعراض الهستيريه، تتكون فرحان وربي اللي يعلم بك، ما فرحان ما والو، حد صويره انت فرحان. صح صح، هذه كاينه كاينه. علاش الناس غيعرفوك بانك انت ماشي فرحان ولا كتعيش واحد الظرف خاص وما زوينش؟ علاش غتكئب الناس؟ انا ما وعلاش تحط فرحان؟
والناس ديما كيبغيو يشوفوا هذيك الصوره اللي هي مثاليه للفنان، كيبغيو يشوفك ديما فرحان وديما لابس وزوين وضاحك وناشط وغادي مسافر وغادي جاي، ولكن معلم بغير الله. ارجع للسؤال ديالي، ثلاثه ديال الفنانين وثلاثه ديال الفنانات. ولاد سعد المجرد اكيد كنوجه له تحيه كبيره لانه دار واحد الخط ديالو بوحدو. ثلاثه الفنانين مغاربه. مشكلة كلهم صحابي يعني لازم معليش انا فيا مشكل ماشي فيه، يتقلقوا مني انا ما تقلقوش منك. اسماء المنور. ثلاثة الاولاد غنمشيو للبنات. واخا البنات اسماء المنور هدى سعد. هدى سعد من الجيل الجديد. من الجيل الجديد هدى سعد واسماء المنور كلهم من الجيل من الجيل الشبابي. واخا الشبابي واخا اسماء المنور قبل منكم اكيد. اكيد يعني فنانه رائعه وهدى سعد حتى هي فنانه رائعه. هدى سعد واسماء منور لطيفه رأفت. لطيفه رأفت دونك اسماء المنور هدى سعد لطيفه رأفت هذو هما ثلاثه الفنانات المغربيات. احنا تحيه لهم اكيد وفنانات بصمو على مسار فني موفق وكبير. وكنهضر على هاد الفنانات علاش؟ لانه اختاروا الكلمه الزوينه في الاغاني، اختاروا اللحن الزوين، اختاروا ما مشاوش مع الموجه. يعني خداو خط ديالهم وصلوا لنا الاغنيه المغربيه الزوينه اللي نسمعوها مع باباتنا ومع امهاتنا، نسمعها مع كل شيء. الاولاد سعد المجرد قلتي سعد. سعد المجرد حاتم عمور. حاتم عمور شكون ثالث شخص بالنسبه لي؟ هاد الجوج اللي كاينين حاتم عمور وسعد المجرد هما اللي كاينين. تبتوا نفسهم في الاغنيه المغربيه وتبتوا حتى عربيا، يعني كنهضر على الناس اللي تعرفوا حتى عربيا. واخا تبتي تبتي نفسك انتيا كاغاني مغربيه. اغنيتي حبيب مختلف كانت اغنيه يعني الناس بداو كيعرفوا يسرى بالاغاني المغربيه، لانه يمكن كانت اول اغنيه اللي درت من بعد اربع كانت من كلمات سفر الاغنيه مصعب العنزلي كنوجه له تحيه كبيره، وكان من الناس اللي وقفوا معايا في البديه وكانت من انتاجه، فهاد الحاجه عمري ما ننساها، يعني كان واحد الخير كبير داروا معايا مصعب العنيزي. فحبيبي مختلف كيعاون مصعب دائما وكيعاون الشباب المغاربه ودائما يعني كيمد لهم يد المساعده. حبيبي مختلف قربت الجمهور المغربي من يسرى سعوف اكثر. سجلت في دبي وتصورت في دبي، ولكن حنا خدينا اللوكيشن كان بحال مغربي. قلتي لي قبيله في انا تنحاورك من خلال الهضره ديالك يسرى. قلتي لي بان ما كنتيقش وقلتي لي بان مجال فني صعيب وخص ما يكونش الواحد طريف. ماشي بوحدك، اغلبيه الفنانين تيقولوا لي نفس الهضره. كيفاش 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 صعيب؟ شنو اللي صعيب فيه؟ ما تخليش حقك يتكال، لانه بزاف الناس كيجيو يقول لك احنا غنخدموك غنديروا لك ومثلا خدينا لوكاشي فلان فلاني وانت طالع بواحد لوكاشي اكثر، وكيقول لك هذه هي الكونترا وصافي ويلا ويلا. وكاين بزاف الناس اللي تنصب عليهم، فنانه كبار تنصب عليهم، فخصك ديما تكون حذر. حنا في المجال اللي خصك تكون فيه دائما حذر من جنابك، يعني غادي الحفله خصك تسول فين، وديما خص يكون شي حد في ظهرك، يعني اداره اعمال اللي تكلف، لانه الفنان ما يقدرش يجي غير هذا الشيء كامل، مستحيل. ضروري شي حد في ظهرك اللي هو كيهضر بسميتك. عياك انت هذا الشيء؟ عياك المجال الفني وعياك؟ لا دابا يمكن وقفت على رجلي فاش كيكون شخص. انا كنوجه تحيه كبيره لاداره اعمالي علاء شاهين، لانه من الناس اللي هو اخ صعيب تلقى مدير اعمال كيخاف عليك. يعني هو خويا وحتى الزوجه ديالو اختي، فدائما كيقول لي يسرى مثلا احضي راسك، لا ما تمشيش لهذ البلاصه، ما تمشيش لهذ، ما تقوليش هذ التصريح. فهو كيخاف عليا ودائما كيهضر بسميتي. وزوينه فاش كتكون ثقه مع اداره اعمالك لانه كتحس راسك بامان. على من تخال؟ شكون الفنان اللي كتخافي عليه انت اللي تبان لك عنده موهبه وخايفه عليه؟ كان عندي لقاء ديغنيغمون يعني شي من ثلاث ايام كان معايا علي المديدي في الزمن الجميل. يعني انا شفت فيه راسي فاش كنت يلاه بديت باقي باغي يمشي في هذاك الطرب والفن وباغي عنده ذاك الحرقه ديال لا غنكمل بصوتي وبالاغاني الطربيه. فهاد علي شفت فيه راسي فاش يلاه بديت فخفت عليه. خصو يعني علي المديدي صوت رائع وكنتمنى ليه انه يكمل ما داكشي اللي بغى،
ان شاء الله يقدر يكمل في داك الشيء اللي بغى، يقدر الطرب يكون عنده الطريق ولا ما بقاش ليه الطريق الطرب؟ لا عنده الطريق، عمره ما يموت، عمره ما يموت، عمره ما يموت. ما بغى ما حاولوش يقتلوه، حاولوا يقتلوه، ولكن راه دائما الودن كتبغي تسمع الحاجه الزوينه اللي تضربها، يعني حتى لو سمعتي الاغاني الخفيفه والضربه، ولكن بعض المرات كتقولي خليني نسمع ورده، خليني نسمع ام كلثوم، كتسلطني عليها. عمره ما يموت الطرب، مستحيل. اشنو كتقول ورده بصوتك؟ كتقول حنين حنين حنين، انا دايبه فيك حنين، انا دايبه فيك حنين، والغربه توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين. برافو عليك. يسرى، شكون هي الاغنيه ديال الفنان اللي كدندنيها كتسمعي هاد الايامات؟ هاد الايامات عجباتك حمقاتك؟ شكون الفنان الموفق في اختياراته؟ بزاف الفنانين موفقين في اختياراتهم، ومنهم حاتم عمور مؤخرا، يعني كان البوم رائع وبشهاده الجميع، لانه هو اختار واحد الستيل اللي دخل فيه الاغاني الستيل المغربي القديم، يعني منهم اغنيته بلا عنوان، اغنيه بلا عنوان، اخر مره، الاخره اللي دار في البرومو ديال الاغنيه، واحد الموضوع اللي كان جميل ديال فاش الحب باقي حاكمني، الحب باقي حاكمني، الراح الغالي ديال الغالي كانت ديال جينيريك الماضي لا يموت. يعني حاتم عمور من الناس اللي كيختاروا صح، كيعرف شنو يغني. هو من زمان حاتم تيختار صح. صحيح. أغاني ما شاء الله. هو من الفنانين، من أكثر الفنانين اللي عندهم ليئت، اللي عندهم الأغاني الضاربة. واخا أغنية كتدنيها كتسمعيها هاد الأيامات؟ أغنية قديمة. شناهي؟ كتقول كيف ديري يا سيدي، كيف ديري يا سيدي، كيف ديري يا سيدي اللي قلبه كيبغيك يا سيدي اللي قلبه كيبغيك، انا بشر اوينا وينا 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 وينا. الاغنيه عزيزه على قلبي، واغنيه قديمه وزوينه. كيقولوا لي فنانين اللي سابقينكم في الجيل، تيقولوا بان هذه الاغنيه الحاليه ما عندها مدة صلاحية، ما غاديش تطول. بصح ما غاديش تطول، لأنه يمكن الأغنية غتسمعها تقريبا 3 شهور ولا 4 شهور وصافي، ومن بعد صافي كتقول غير كتعاود تسمعها في الراديو كتقلب، كتقول صافي طلعت ليا في الراس. أكيد عندها مدة صلاحية، عندها ما غادي ما غادي ما غادي تكملش. لا يسرى، قلتي لي إلا بغيت ندير البوز نقدر نخترع قصة، نقدر نكذب، نقدر ندير بزاف الأمور. أنا عمري ما كنبغي ندير هكا. بصح عمرني ما فكرت وقلتها. كيقولوا لي يا يسرى ديري شي حاجه، قلت لي قولي راك مريضه. كاين اللي مثل بان مريض هو ماشي مريض، ما عرفتش، ولكن الناس كيبغيو انه ديري شي حاجه، ديري شي حاجه خلي الناس تهضر عليك، لانه يمكن ولو كيشوفوا انه الفن ماشي هو اللي غيهضروا عليك به، كيهضروا على حياتك الشخصيه، كيهضروا على شي تصريح صرحتيه ماشي تلهيه، والناس غادي يديروا به البوز في الوسائل للتواصل الاجتماعي. عمرني ما كنت هكا ولا غادي نكون في حياتي، لانه دائما الفنان عنده واحد الحاجه محسوبه عليه. انا نهار غنخلي هذا المجال، بغيت الناس يقولوا راه كانت واحد البنيته زوينه وغزاله وقدمت واحد الحاجه زوينه وصافي غبرات. واخا يسرى، عندك شي مشكل مع شي فنان؟ عمرني ما كان عندي مشكل ولا كنت باغي ندير مشكل مع فنان ابدا، مستحيل. وديما كيقولوا لي بنيت الظريفه زويونه اللي ما عمرها ما بغات تجبد المشاكل. مشاكل كيديروا ضجه اكيد، ولكن انا عمري ما بغيت يكون عندي علاقه خايبه مع اي فنان. النهار غنشوفك غنسلم عليك وغتقول لي تبارك الله عليك، وغنقول لك تبارك الله عليك، ماشي غنشوفك وغنقلب وجهي. حنا فنانين، حنا كنقدموا واحد الحاجه زوينه، هي السلم والسلام، واحد الحاجه كتوصل للودن ديال الناس غزاله. فعلاش كاين شي حد فهم غلط شي حاجه؟ شي مره قلتي شي حاجه ولا كاين شي حد فهمك غلط ولا لا؟ ما عندك حتى مشكل مع لا توا. عمرني عمرني ما صرحت صريح وشي حد فهمني غلط. الا الناس فهموني غلط يمكن ما عرفتش، يمكن انا ما عرفتش نوصل، ما عرفتش، ولكن عمري ما قلت انا قلت شي حاجه باغي نوصلها غلط للناس. نعم. اولا باغي شي فنانه اخرى انني بحال هكا نهضر عليها،
في كلامي كامل وفي حواراتي عمرني ما قصدت شي فنانه، كلهم غزالات وكلهم كنشجعهم من قلبي وكنفرح لاي وحده، والله من قلبي كنقول هذه الهضره لانه كيقولوا لا راه كنسمى بين الفنانات. عمرني ما 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 كنت كنقول علاش هي وصلت هنا وانا لا، عارف الله كما هو وصل لهذ البلاصه حتى انا راه كتب لي واحد الطريق اللي غنوصل بها. عمرني ما ما, ما حسدت شي حد. انت واجده تردي على انتقادات الموجهه لك؟ واجده. حق الرد ضيفتنا هي يسرى سعوف. كتبغيوش الانتقاد؟ ما كتبغيوش؟ لا ماشي الانتقاد، واش بس الانتقاد يكون بناء، ماشي غير ينتقدك حيت باغي ينتقدك يقول لك شي حاجه ما فيكش. انتقدني اه كنشوف الانتقادات وكندير بها لا كانت بناءه وانه هذه الحاجه فيا. واخا انا اول مره غندير هذا الشيء في البرنامج، عمري ما درته يسرى. دائما كنقول الناس اللي كيقولوا، ولكن انا نقول لك انا مقلقه منك. علاش؟ لان قدمتي برنامج وانت ماشي مقدمه برنامج. قدمتي برنامج، انا جاني اسمحي لي يا يسرى تطفل على ميدان الاعلام وعلى التقديم. على محبوبي وانا عرفتك علاش كتهضري. هو ما كانش كاعلامية انا طلعت، انا طلعت كفنانه كانت في برنامج مسابقات عرب ايدل، وكانت ام بي سي ناتجه هذا البرنامج وجابوا المشاركين اللي كانوا في البرنامج وبقاو في الفينال وجابوهم غيحاوروا فنان وغندير ديو. يعني انا كنت اعلامي يعني اعلاميه وفنانه في نفس الوقت، يعني درت ديو مع اليسا وغنيت معها، اكيد ما عندي تجربه في الاعلام وهو ما كانش كدخول اعلامي ليا، لا انا كنت كمشاركه في برنامج غندير ديو مع فنانه. اشنو ردك؟ صافي واصل واصل. سمحي لي يا يسرى، كنت دائما تنتلاقى معك كنقول شنو نسيت نقول ليسرى، واليوم حيت عندي الفرصه في البرنامج قلتها لك، سمحي لي يسرى. لا طبعا الاعلام عنده ناس وعنده، ولما كنتيش يعني كاين فنانين اتجهوا للاعلام. يمكن نقدر نديرها انا من بعد، ولكن خصني نكون واجده ونكون قريت واحد شويه لانه ما نكونش متطفله، نبغي نفهم في الحاجه اللي غندير. لان ما تبغيش شي واحد يجي يطفل لك على الغناء. اكيد ما كتبغيش. كيبرزتكم انا ماشي مغنيه وصوتي ما زوينش، ولكن فاش كنغني وكنخربق في الغناء تنغني لي ناشطه مع راسي. انا راه كيبرزتني راسي، ولكن انا مستمتعه وكنقول ناري شوهت الاغنيه، وكنتبرزت في الناس الى شوهوا الاغنيه. دونك انتي تنتي كتبرزتي الى شوهوا لك الاغنيه. اكيد حنا كنتبرزطوا الى مشاو لينا. يسرى اشنو ردك على الناس اللي كتقول بان يسرى كتحيي حفلات في الخليج اعراس اكثر ما كتنتج انتاجات موسيقيه؟ لانه الناس ما عارفينش بانه حنايا انا كيسرى ما عنديش شركه انتاج، انا كنتج انا واداره اعمالي. يعني يمكن الحفله اللي كان حييها كاين واحد المبلغ كيتخاد من هذيك الحفله وكيتنتج به اغاني، فهذا هو الحاجه الوحيده. يعني هو الفن الناس ما فاهمينش بانه راه اغنيه راه ماشي سهله باش تنتجها، راه واحد المبلغ وقدره باش كتنتج اغنيه وباش كتصورها. مبلغ كبير باش كتنتج اغنيه، لحن وكلام كتشري لحن وكلام وعاد كتوزع وعاد كتصورها وعاد خصك تخدم عليها اعلاميا، فحاجه ماشي سهله. يسرى اشنو ردك على الناس اللي كتقول يسرى لحد الان ما قدراتش تثبت راسها في الساحه الفنيه؟ وهذا اللي هضرت عليه قبل، ماشي ما تبتش راسي في الساحه الفنيه، ولكن كنشوف انا غاده بواحد الخطى اللي ثابته غير بشويه بشويه. كنقول مثلا العام اللي فات كنت كنقول انا ماشي في مهرجان في المغرب ما اختارونيش، العام الجاي غادي نكون، والعام اللي وراه غندير مثلا اشهار، والعام اللي وراه يعني انا غاده عارفه راسي غادي نوصل وغنوصل، بس خطى ثابته بشويه عليا. يسرى شنو ردك على الناس اللي ينتقدوا حضورك في مهرجان موازين وقالوا مازال عليك الحال؟ بالعكس ماشي مازال عليا الحال، لانه لو مهرجان موزين شافوا ناموا مازال عليا الحال ما كانوش غادي يجيبوني. لو كانوا عارفني يسرى سعوف انا ماشي انا الناس عرفت، فلو الناس شافوا انني ما نستاهلش نكون في مهرجان موزين ما غاديش يجيبوني. وبالعكس كاين ناس قالوا مزيان جبتوا هذه الفنانه لانه بغينا نشوفها في مهرجانات مغربيه. وشكرا، يعني هذا كان حلم بالنسبه لي ان نوقف على هذه الخشبه، وبالضبط مسرح النهضه، لانه مسرح النهضه ماشي اي فنان كنغني عليه، ماشي اي فنان كيختاروه يوقف عليه. لو ما كنتش انتيايا معروفه في بلادك ومعروفه حتى في العالم العربي. شنو ردك على الناس كيقولوا انت معروفه اكثر في الخليج على المغرب؟ بصح لا ماشي بصح، ماشي بصح، لانه انا لو فاش كنجي المغرب الناس كتعرفني، حتى في الخليج فاش كنخرج اكثر الناس اللي كيعرفوني مغاربه كيجيو يسلموا عليا. لا كنتي بغيتي تردي على شي انتقاد ما قلتوش لك في الحلقه؟ لا
ما شاء الله عليا جبتي كل شيء. فكانوا اسئله زوينين وغزالين، وبالعكس كنت قريبه بزاف من الناس لانه عمر الناس شافوا هذه الشخصيه في يسرى. ما تحتش لي هذه الفرصه قبل باش نفضفض هذه الفضفاضه كامله. مرحبا بك يسرى، رجع معك ساعه قبل البرنامج، تقبلي ولا ندمتي؟ ندمتي اليوم دستي معايا، قلتي حوايج لاول مره. اول مره كنقول واحد الحوايج لانه ما شاء الله عليك انت كتخلي واحد يفضفض يعني بعويناتك كيشوفك بلا ما كيشعر كيهضر. آه لا وضحت بزاف الحوايج لانه كانوا خاصهم يتوضحوا والناس فاهمينهم غلط. فاليوم كان توضيح من قلبي وهضرت من قلبي وفتحت للناس قلبي. شكرا لك يسرى، ميساج منك الناس اللي كيبغيوك في الكاميرا ديالك. كنبغي نقول لكل جمهور المغربي شكرا على الدعم، شكرا على التشجيع الدائم، وبالفعل انه الفنان من غير جمهور راه ما كيسوى حتى حاجه. كنبغيكم بزاف ورمضان كريم عليكم، ادخلكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. كيقول مثل روسي ان الحقيقه اثمن من الذهب، حكمه كنلمسوها في الكثير من المواقف اللي كنعيشوها، خصوصا وانها كتزيد من ارتباطنا القوي بالناس اللي كيحبونا. ارتباط نتمنوا انه يكون زاد بينكم وبين نجمتنا اليوم يسرى سعوف. اما انا ما بقى لي الا نشكركم، تلقوا في حلقه جديده مع ضيف جديد. السلام عليكم.